السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم أخوكم مهدي قاسم من الطيرة. مشروع ما هو الإسلام؟ ما هو الإسلام؟ وما هي أهداف الإسلام؟ وما هي أهم القضايا التي يعالجها هذا الدين؟ وكيف نتعرف عليه؟ أي أي المصادر التي تعرفني على الإسلام كي أعرف أن هذا الأمر من الإسلام أو ليس من الإسلام؟ وهل الإسلام دين خاص في العبادة فقط؟ والنسك من صلاة وصيام وزكاة وحج وإلى آخره أم هو أعم من ذلك وما هو عمومه وهل يصلح الإسلام أن يقود, أن يقود الأمم إلى حضارة أفضل بدل الانحطاط والظلم والقهر والفقر الذي يعيش تعيش به المجتمعات اليوم هل يصلح الاسلام لان يعالج جميع المشاكل؟ سواء كانت مشاكل اسريه، مشاكل نفسيه، مشاكل سياسيه، اقتصاديه الى اخره، هل الاسلام يعتني بذلك ام لا؟ هل الاسلام علم ام مجرد مشاعر وروحانيات؟ وان كان الاسلام علما فهل يتعارض مع العلم الحديث التجريبي والعلم العقلاني المنتشر في هذه الاونه؟ وهل الاسلام دين قهري واستبدادي ام دين تفكر وتعقل وفهم؟ وهل هو دين ناقص ام دين كامل؟ كثير من الشبهات تثار حول الاسلام، هل من هذه الشبهات ما هو حقيقي فعلا يطعن في الاسلام ام لا؟ وما هو دورنا نحن كمسلمين في التعامل مع هذا الدين وفي نشره واصلاحه وللنهوض بالامم خاصه جيل الشباب. كل هذه الاسئله تدور في اذهان الكثير، وغيرها من الاسئله كثير وكثير، وقلما من يجد من يجيب عليها، فكان هذا المشروع مما عزمنا على فعله ان شاء الله تعالى ان نوعي الناس حول هذا الدين وحول ما يجب على المسلمين ان يفعلوه تجاه دينهم. ومن هنا ننطلق بسلسله من الفيديوهات والمقاطع القصيره التي تعتني بهذا بهذه الاسئله وهي اسئله تعريفيه حول الاسلام فكونوا معنا وساعدونا على نشر هذه المقاطع وهذه الفوائد لاكبر عدد ممكن من الناس وخاصه الشباب الذين هم بحاجه الى ان يفهموا حقيقه دينهم لانهم هم فقط الذين بايديهم ان يصعدوا بهذه الامه، نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وان يجعل هذه المقاطع في ميزان حسناتنا اجمعين.